حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي مكملين مع بعض منهجنا الجميل يونت 9 ليسن 1. هنحل مع بعض تدريبات المعاصر كمان. درسنا وحدتنا بتقول لنا إيه؟ What makes us special؟ special مميز. ما الذي يجعلنا مميزين؟ What makes us special؟ مستر ميك يعني يصنع، النهارده معناها يجعل. What makes us special؟ ايه اللي ممكن يجعلنا مميزين؟ هنعرف مع بعض دلوقتي قراية أهم الكلمات الجديدة يا أبطال. طبعا أنت وقفل المايك تكرر معايا. Games around the world، ألعاب حول العالم. There are children، في أطفال زي ما شايفين. They are happy، مبسوطين جدا. They have fun، بيستمتعوا. They are playing now، بيلعبوا لعبة هنشوف دلوقتي اسمها ايه. I see kids، they are playing، they have fun. نقرأ مع بعض الكلمات الجديدة. Games، games ألعاب. hide، hide معناها يستخبى. seek معناها يبحث، لكن hide and seek تتحول إلى لعبة الاستغماية أو الغميضة. hide and seek. winner، winner فايز، جاية من كلمة win يفوز. وعارفين كلنا لو بصينا على آخر 3 حروف ساكن متحرك ساكن على طول هضعف الحرف الأخير، زي كلمة swim swimmer سباح، زي كلمة run runner جراء، win winner فائز. musical chairs، كلنا عارفين طبعا music يعني موسيقى، بحولها إلى صفة وأضيف لها ال تبقى musical chairs، الكراسي الموسيقية. لعبة جميلة جدا جدا. player لاعب، جاية من كلمة play يلعب، وأضيف ER بحولها إلى شخص، play player، زي كلمة teach يدرس، teacher مدرس. swim يسبح، swimmer سباح. sing يغني، singer مغني. الـ ER بتعمل شغل كبير جدا، بتحول من فعل إلى وظيفة واسم، زي كلمة كمان بيك يخبز، بيكر خباز. presents، presents هدايا، present هدية ضيف لها اس تبقى presents هدايا. parcel، parcel، parcel طرد مقفول زي كده يا أبطال. parcel، parcel طرد. seeker، seeker جاية من كلمة seek يبحث، seeker باحث، يقعد يدور على أصحابه. traditional، traditional تقليدي. traditional، traditional تقليدي. person، person شخص. children، children أطفال، بتساوي كلمة kids طبعا، وجاية من كلمة child يعني طفل. child طفل، children أطفال، child children. طبعا جمع غير منتظم مش هينفع أضيف لها اس، زي كلمة ماوس فأر، مايس فئران، فوت قدم، فيت أقدام. child طفل، children أطفال. rules قواعد، rules قواعد. team فريق. wide، wide مد في الاي، wide واسع. popular، popular مشهور. popular، popular. place مكان، place مكان. without، without، without بدون. مرة تانية نقراهم بسرعة. games، hide and seek، winner، musical chairs، player، presents، parcel، seeker، traditional، person، children، rules، team، wide،
popular place without الأفعال. مهمة جدا جدا يا أبطال، خصوصا الأفعال الغير منتظمة irregular verbs. تعال نبدأ regular verbs، أفعال منتظمة لو الفعل منتهي بإي هنضيف له دي، لكن مش منتهي بإي إي دي على طول. ننطقهم يلا مع بعض: count، counted، count، counted، respect، respect، يحترم، respected، respected، راب، ال W silent، راب، راب، يغلف، راب، راب the present، يغلف الهدية، راب، راب، رابد، رابد، كمان ال W silent، join، join، ينضم، joined، انضم، pass، pass، past، راب يعني يغلف، يزيل الغلاف، unwrap، unwrap، unwrapped، أزال الغلاف، cover، 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 يغطي، covered، غطى. أفعال غير منتظم irregular verbs: sit، sat، sit، sat، hold، held، hold، يمسك، held، أمسك، hide، يختبئ، hid، اختبأ، hide، hid، hide، hid، become، became، اللي هو بتتغير تبقى ايه؟ زي come يأتي، came أتى، become يصبح، became أصبح، run ران، run يجري، ran جري، keep يحتفظ، kept احتفظ. important expressions، تعبيرات مهمة جدا جدا بنستخدمها في الحياة، وكمان مجموعة من prepositions حروف الجر: get together with، get together with، يتقابل مع، get together with، be ready to، be ready to، وفعل في المصدر infinitive يعني بدون ing، بدون s، بدون ed. I am ready to study English، أنا مستعد لدراسة اللغة الإنجليزية، مستعد للعب كرة القدم، I am ready to play football، مستعد لشرب اللبن، I am ready to drink water، مستعد لأكل، باكل كوكيز، I am ready to eat a packet of cookies، لا مستعد يا مستر أكل قالب شوكولاتة، لذيذ جدا، I am ready to eat a bar of chocolate، كرر معايا علشان نتذكر يونت 8 ما ننساهاش، I am ready to، فعل في المصدر، مستعد أشرب باكو عصير، I am ready to drink a carton of juice. Around the world، حول العالم، I travel around the world، أسافر حول العالم، يا ريت طبعا. Take away، يزيل أو يبعد عن، take away، the last one left، the last one left، آخر من تبقى. يا مستر إحنا اتعلمنا left قبل كده معناها إيه؟ يسار، turn left، النهارده left معناها متبقي، the last one left، the last one left، here are some، here are some، إليك بعض، عارفين كلنا here you are، here you are تفضل، here are some، إليك بعض، more fun، more fun، أكثر متعة، take off، يزيل وينزع، take off، يزيل وينزع، put out، put out، يضع، play music، يشغل الموسيقى، يا سلام على كلمة play، play football، يلعب كرة القدم،
بلاي ميوزك يشغل الموسيقى، بلاي ذا بيانو يعزف على البيانو، على حسب اللي جاي وراها نعرف المعنى. أهم نقاط على نصوص الاستماع: بارسل طرد، بريزنس هدايا، بريزنس هدايا، ان باث ذا بارسل في لعبة هنشوفها دلوقتي، ان باث ذا بارسل جيم في لعبة مرر الطرد، وي جيف بريزنس بنقدم هدايا، وي جيف بريزنس ميوزك موسيقى، تشيرز كراسي، وي نيد تو بلاي سام ميوزك نحتاج أن نشغل بعضا من الموسيقى، ان ذا ميوزيكال تشيرز يا سلام على لعبة الكراسي الموسيقية، والموسيقى تشتغل وأول ما تقف اللي يلاقي كرسي يقعد عليه واللي ما يلاقيش كرسي يخرج بره ونطلع كرسي ونشغل الموسيقى كمان لحد لما يبقى شخصين وكرسي واحد، اللي يقعد على الكرسي الأخير هو اللي يفوز بالجائزة. ميوزيكال تشيرز الكراسي الموسيقية. هايد يختبئ، وايد عريض متسع، ان هايد اند سي جيم في لعبة الاستغماية، وي نيد ا وايد بليس محتاجين طبعا مكان كبير علشان نعرف نستخبى وما يلاقيناش بسرعة، a wide place to play it محتاجين مكان كبير عشان نلعب الاستغماية يا أبطال. في عندنا تدريب بسيط جدا، تعال نشوف مع بعض. ريتاج ريدي ريتاج، Yes, mister. My dad gave me a on my birthday parents present. present. My dad gave me a بابايا اعطاني ايه؟ present هديه. on my birthday طبعا مش هيديني planet كوكب لاعب ولا وين فائز، لا طبعا لازم احصل على present يا ريان. يلا يا ريان number 2 excellent retage. In the game, he is the winner. وان هو فاز بالجايزة أكيد طبعا، is the winner الفائز. Excellent يا بطل. ميرون the students The student should the ruler of their school respect. Excellent ميران. طبعا التلاميذ والطلبة يجب عليهم ايه؟ القواعد في مدرستهم، respect احترام القواعد. break يعني كسر، مش هينفع طبعا تبقى طالب مشاغب تكسر القوانين نزعل منك. هايد نستخبى، كفر نغطي القوانين ازاي، لكن ريسبكت يحترم القوانين يا ابطال. مستر نكمل عندي بكرة كنا هنبدا مع بعض قرايه اهم النقاط الرئيسيه، نقفل مايكنا الجميل ونبدا مع بعض. بارتي جيمز، بارتي جيمز يعني ألعاب الحفلة، في ألعاب مخصصة للحفلة. أيوة تعال نشوف مع بعض ونركز يا أبطال. بارتي جيمز، بارتي جيمز when we get together with our family. get together نجتمع نتقابل مع، when we get together with our family and friends نتقابل الأسرة والأصدقاء. ليه طيب؟ to celebrate لكي نحتفل، الكلمة دي مش جديدة علينا، celebrate يحتفل جاية منها كلمة celebration احتفال. something like a birthday or a wedding.
طبعا بنجتمع الأسرة والأصدقاء في حفلة عيد الميلاد، في حفلة الزفاف، ويدنج 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 بارتي، حفلة الزفاف، بيرث داي بارتي، عيد الميلاد، حفلة عيد الميلاد. The children often play games. غالبا often غالبا الأطفال بيلعبوا ألعاب. Here are some traditional games. تعال مع بعض نشوف بعض من الألعاب التقليدية. People play around the world. الناس بتلعبها حول العالم. أول لعبة اسمها إيه يا أبطال؟ Pass the parcel. Pass the parcel يعني مرر الطرد. يعني إيه مرر الطرد؟ إيه حكايتها؟ إيه المطلوب مننا نعمله؟ تعال نشوف مع بعض. We all love to give present. يا سلام، كلنا طبعا بنحب نقدم هدايا وطبعا ناخد هدايا. We all love to give presents. بنحب نقدم هدايا. We all love to give presents. It's even more fun to open presents. طبعا فتح الهدية أكثر متعة. يا سلام، متشوق جدا أعرف إيه اللي جوه الهدية. We all love to give presents. الجملة دي مهمة، بتيجي في الاختيار كتير يا أبطال. How to play؟ إزاي ألعب؟ ركز مع بعض يا أبطال في الشرح. How to play؟ إزاي ألعب لعبة pass the parcel؟ اسم اللعبة pass the parcel يعني مرر الطرد. أول خطوة لازم نعملها wrap a small present، هات لنا هدية صغيرة، and cover it in lots and lots and lots of paper. هات هدية صغيرة وغطيها بالكثير والكثير والكثير من الورق. The players sit in a circle، زي ما شايفين في الصورة اللاعبين قاعدين في دايرة. Play some music، شغل بعض من الموسيقى. Players give the present to the next person. الشخص، ركز مع بعض يا أبطال، اللاعب بيقدم الهدية للشخص التالي. As the music plays، الموسيقى شغالة، اللاعب الآخر، the next player، the next player، the next player، the next player. When the music stops، الموسيقى تتوقف هنا مثلا، اللي بيحصل؟ The player holding the present takes off one piece of paper. بمعنى ايه؟ اللعيب اللي ماسك الهدية بينزع، take off one piece of paper، بينزع ورقة من الموجود حوالين الهدية. نستمر. play music، شغل بعض من الموسيقى. the player who unwraps the present keeps it. نقعد نلف في الهدية لحد كل ما واحد يسحب ورقة ورقة ورقة، آخر واحد يفتح الهدية ويلاقي الهدية. The present، the player who unwraps the present keeps it. اللعيب اللي بيفتح الهدية وبيلاقي الهدية keeps it، بيحتفظ بيها يا أبطال. musical chairs، musical chairs الكراسي الموسيقية. لعبة جميلة جدا جدا. محتاجين ايه الأول؟ we need chairs، محتاجين كراسي. we need some music، محتاجين موسيقى. أكيد طبعا we need players، محتاجين لعيبة. بس خلي بالك الصورة دي كده غلط كده شوية. محتاجين ايه هنا؟ two chairs يعني كام كرسي؟ اتنين. if we have three children، لو معانا ثلاث أطفال، we need two chairs. excellent Jen. run but be ready to sit، ده شعار اللعبة. اجري
but be ready to sit. كن مستعد لكي تجلس. How to play. إزاي نلعبها. Put out some chairs. Put out some chairs. ضع بعض من الكراسي بشرط. If you have six players, you only need five chairs. لو كان عندنا ست لعيبة محتاجين خمس كراسي. Play some music. شغل موسيقى. Players run around the chair. اجري يا حبيبي. اجري يا حبيبي. Around the chairs. اجري حوالين الكراسي. أول ما الموسيقى تقف. When the music stops. Everyone sits down. كل واحد بيجلس. The player without the chair is out. اللاعب اللي بيقف بدون كرسي بيخرج بره. Take away one chair and play again. ابعد كرسي وكمان العب مرة تانية لحد لما يبقى عندنا one chair and two players. لازم يكون one chair and two players. Play some music. شغل بعض من الموسيقى. Players run around that chair. When the music stops, everyone sits. واحد بس اللي هيقعد يا أبطال. طلعوا برا يا ريان ده. تمام. لازم يكون في فائز واحد بس يا أبطال. اتعلمنا دلوقتي pass the parcel. مرر الطرد. Musical chairs. تعال نشوف مع بعض. لعبة جميلة جدا. خلاويص. هعد لحد عشرة يا أبطال. خلاويص لسه. أجيب البوليس لسه. عارفين كلنا اللعبة دي. لعبة جميلة جدا جدا. Yes. أنا بشوف الأطفال بيلعبوها كتير قوي. لازم كل واحد يستخب. بس خلي بالك. محتاجين wide place. مكان واسع. يا سلام لو كانت الجنينة كبيرة. وفيها أماكن كتيرة. هنتوههم ونتعبهم. صعب جدا يلاقينا. This is a very old and popular game. لعبة قديمة وكمان شعبية جدا جدا. Many players can join in this exciting game. خلي بالك يا بطل. ملهاش عدد محدد. ممكن 10 لعيب عاد 20. كل ما تكتر كل ما تكون اللعبة أحلى. Many players can join. Join ينضم. All you need is a wide place. كل اللي بنحتاجه مكان واسع. We don't need music. مش محتاجين موسيقى. All you need is a wide place to play it. How to play. إزاي نلعبها. One player. لعيب. Called the seeker. This is the seeker. يعني الباحث. Closes his or her eyes. لو ولد بيقفل عينيه. لو بنت بتقفل عينيها. And counts to 10. 1, 2, 3, 4, 5. وهم يقولوا لسه. 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 والصوت بيضعف. علشان هم بيبعدوا أكتر. أول خلاص ما يقول 10. Opens his or her eyes. بيفتح عينيه. The other players hide. اللعيبة الأخرانيين بيختبوا. The seeker tries to find them. خلي بالك. الباحث ده بيحاول يدور عليهم ويلاقيهم. كل ما يلاقي أسرع كل ما يكون أفضل ويخرج من اللعبة علشان يجيب لعيب تاني. The first player the seeker finds becomes the next seeker. أول لعيب بيلاقيه هو اللي هينزل ويخبي عينيه. The last one left is the owner. Winner. Winner يعني الفائز. Owner المالك.
The last one left is the winner, winner, winner. آخر واحد ألاقيه في اللعبة هو الفائز طبعا، لكن أول واحد أقفشه وأمسكه هو ده اللي هينزل في اللعبة. خلاويص لسه، أجيب البوليس لسه يا أبطال. Hide and seek is a very popular and old game، لعبة قديمة، لعبة محببة جدا جدا جدا. Hide and seek. Musical chairs، الكراسي الموسيقية. Pass the parcel، مرر الطرد. استمتعنا مع مستر نصر النهاردة في الدرس الأول من يونت 9. Don't fear، مستر نصر is here.